يا صباح البدايات الصح. طبعا طبعا بدي كتابك بالمعرفة راح تنتهي. عارف شيء؟ صباح البدايات الصح. والله ما أقولها لا حول ولا قوة إلا بالله. اللطيف إنه قايل حق ناس قريبين منه ما راح تتجرأ تقول إن أنا كنت حالة عندها، ما راح تتجرأ تقول شيء عن الهوموسيكشوال، ما راح تتجرأ تقول أي شيء واخذ ضدها. هذه صدقت ما رد، ولن تراهن على قلة أخلاقك إلا بأخلاقي. حنا ما نكشف، حنا ما نقول شن عرف لأنه واضحة وما تحتاج لها. إنما في شيء واحد أنا أتصرف بضمير. في نهاية اليوم موضوع الجنس عندي مو ممارسة، موضوع الجنس عندي علم. قد يبدو جريء، قد أكون عرضته جريء، علم مو ممارسة. وأيضا الإثباتات والأدلة اللي أنا نصحت من قلب لا تقولها كذي مسجلينها عليك ومصورينها موجودة. لا مو حلو، مو حلو اللي بيته زجاج يقط العلماء بحجر عين. أنا ما أرد، أنا فقط أرد على اثنينه، الفرسان والرجال. أما التخفي في البعض اللي قاعدين ينتقدون وما يقولون ما يمثلون لي، أما الفرسان أرد عليهم. وفارسة من الفرسان فجر السعيد، لا أرد عليها، أرد عليها لأن هذه المرأة أنا أحبها ومقتنعة بفكرها وراح أقول لها إيش بقول لها. ست فجر يا حبيبتي فجر، لما طلعتي بالتسعينات وعرضتي كتابة ودراما وتمثيلية فجر السعيد حبيبتي، لما طلعتي في التسعينات وقلتي اللي ما ينقال بذاك الوقت، عرضتي المجتمع الكويتي، عرضتي في أمور ناس قامت، شنو هذه بكتابة وسيناريو وحوار بالتلفزيون حق كل الأسرة تقول إنه بناتنا بويات، رجعلنا كله سكرين، البيت الكويتي منفلت، فعلتنا تركتنا وإيحاءات كثيرة. أكو ناس ما عجبهم كلامك. أنا قلت لا، قلت هذه المرأة بنية صافية تشخص المجتمع الكويتي وتقصد إصلاح بنات اللوادم الستريت، ما يقصدون شيء مو زين. ما هذه ما عندها مرض نفسي، المرأة هذه عندها هدف سامي. وقفنا معاك وغريبة من كم شهر جابت سيرتك وأنا ذات الموقف. هذه المرأة جاءت لي أصلا من فترة، قلت لهم شفتوا اللي كانت تقوله فجر السعيد قاعد يصير. إنما أنا يا فجر عندي لك سؤال، أنت قلتي كل اللي ينقال عن المجتمع بما فيها إيحاءات المشاكل الجنسية، مو إيحاءات حقيقة صراحة البويات وغيرهم، حقيقة تسلمين على انك نبهتي ان الهوية الجنسية واضطراباتها قادمة لنا والدليل ألولو. لكن انا عندي لك سؤال، هل يحق ان يشخص الاديب ولا يحق ان يشخص ويعالج الطبيب؟ ما اغير مبادئي بسالفة الجيز والليزبيان، أنا متعاطفة كمعالجة وكإنسانة وأمد يد المساعدة. وحتى واحد من الفيديوهات هو اختراع أجاز عليه لأني أساعد في هذه الفئة. ولكن ليش مو متعة أن في إنسان في يوم من الأيام احتويته ساعدته تعشمت فيه نفس طيبة وروح جميلة وعطت عاطفت ان الدنيا ظلمته، مو ذنب الانسان انه يكون كذي او كذي. هذه مبادئي، مو ذنب انسان هذه توجهاته. ولما تكون تعرف مبكر وتعرف المعاناه وتعرف المحاوله، دمعه على الخد ابوي خلي يرضى عني، يقط نفسه بدين يمكن الدين ينقذه، يحفظ الايات يحفظ الدنيا، ما قدر. احتويت
لكن الحضن اللي يحتويك تقدر فيه هذه مو زينة. وعلى شنو؟ على غيرة فلوس وخزياء. وخزياء يا ولد النعمة وخزياء. أنا واقعية وأعرف إن علمي جريء، لكن منو جيب جديد وما تحارب؟ منو أنا في معركتي أمام العلماء الكبار والأنبياء اللي ما أجي أنا ما أجي إخبار عال؟ سيدنا محمد درة من إخباره أنا ما أسواها، وهذا جايب رسالة سماوية شردوه من وطنه تعبوه. إذا سيد المرسلين اللي أنا ما أجي إخبار عال تعب، منو أنا اللي ما أتعب؟ عادي عادي أتعب، لكن كل يوم لما أنا أعرف أني أنقذت بنت وأنقذت بيت وأنقذت شاب ولا بنت، أنا أنام مرتاحة. حتى لو نمت مطعونة مرجومة محاربة، أنا أعرف أنا مو ساذجة. أنا أعرف أن علمي خطير، وأعرف أن الجنس رعب وخوف ومن المحرمات في المجتمع، لكني أعرف أن أنا جاية بنية صافية وبعلم صحيح. ماكو ولا شيء قلته يخالف الشرع. أتحدى أتحدى أي أحد يقول قالت هالنقطة ضد الشرع ضد المجتمع طويلة بينقال الله يرحمها. أنا بالنسبة لي هذه مو مهمة. أنا المهم بالنسبة لي أن مدام أنا عايشة عندي رسائل كثيرة في الحياة ستوصل. أنا عندي بس سؤال واحد حق كل هذيلة اللي انفتحت قريحتهم لأي سبب. ما سألتكم نفسكم ليش اسمه فوز كشمير؟ ما تدرون ان انا ابيع علمي الصح عشان اساعد فقراء كشمير؟ شمعنا هذه ما في القرآن وفي احاديث النبي. واذا ذاك كان ذاك الزمان زين له طريقته في نشر الوعي، نحن في زمن متطور مختلف. الدين الإسلامي هو الوحيد الذي قال نكاح وقال صور صريحة بهذا الخصوص. اللي في خير خلي يقول هذا الحكي مو علمي وهذا الحكي ضد الشريعة، خلي يواجهني. أما مجتمعات عايشة تتغذى على قولتي جدتي الله يرحمها، راحت رجال دروزت الدروازة وجات رجال المطنزة والعازة، والله رجال الكويت مو كذي. رجال الكويت يتقصون الحقيقة. روحوا اعرف لي الأباط شنو هي الفرمونات وشنو تأثيرها، ولا ما تدري ان الفرمونات هي اساس مجتمع رجل وامرأة وكان شيء بتاعتهم؟ شو تعرف عن علم الفرمونات؟ بدال ما لطنازة روحوا اقروا. رجال الكويت ثقافة، رجال الكويت معرفة. يمكن اكثر فيديو عجبني مع اني ما عندي ادنى علاقة معاها الاخت مي العيدان، قالت فهموني ايش تقصد. طب رفعي يا مي علي التليفون سأليني شو تقصدين أو دخلي. أنت إنسانة ناقدة، الناقد يجب أن يقرأ. هنا فرمونات، هنا الذي يحدد الانجذاب، هنا أحد أهم الأسباب العلمية. شوف الدين الإسلامي إيش كثر سابق. تعرفين ما اجتمع رجل وامرأة إلا الشيطان ثالثهما من ضربات شفرات العطرية تحت الأبط وبين الفخذين. علم دين علم. أنا قاعدة أحضر في علمية الجنس في الإسلام. أما طنازة طنازة والله ما يصير، والله يعني لا يجوز لكاتب أو مفكر أو إعلامي أن يتطنز قبل أن يرجع ويقرأ. والله شيء مخزي. نحن أمة أول جملة أنزلها الله علينا لحكمة اقرأ لا نقرأ. تنبذوا بالألقاب، نتنابز. التقصي أساس الإسلام، النصيحة الحسنة أساس الإسلام. وانتو كل واحد شاهر سيفه، بدل ما تقولون أوكي هذا عندي. لا 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 لحظة شوية، والله عيالنا يتأثرون في الموبايل. ايش حقا معطيها 7 سنين موبايل؟ أنا فوزية دريع أولادي ما مسكوا موبايل إلا بعد انتهاء الثانوية العامة. نعم، ثم أن أنت إذا مقادر تتحكم في أطفالك
تتحكم فيني؟ لحظة شوية، وليش أنت ما تقعد مع أولادك وتفهمهم وتسكر التليفونات والمواد اللي ما يبونها؟ لأنك غير قادر على تربية أولادك، تبي تحمل مشكلة يطلع أحد يسب الباجين وراء كلهم يطلعون يسبون قريته ولا بس متأثرين في هذا. ما تدرون أن في الدين الإسلامي اسمه ولا تزر وازرة وزرة أخرى؟ بالمناسبة كل اللي غلطوا علي وعلى عائلتي كلهم عند قادة البهدهي، محامية وراها جيش من المحامين. والخبر الجيد كل القضايا اللي راح تكسب راح تروح لصالح فقراء كشمير، كما هو علمي لصالح فقراء كشمير. نمستي سلام. لا مو محترة، فعل شويونة وبرجع استانس. بالمناسبة هذا المحل يهبل ابهارات شغلة ينن ينن، يا اسوي حصيلة حق وليدي